لازم باسكو ما كان دائما خبير لازم يكون توازن وقتين على تعيين هذا المكتب السيسي. ألف مبروك إذا بالاتحاد السوداني. كنا اليوم عندنا جمعية عامة استثنائية طبقا لقوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك القوانين الأساسية للرابطة الجهوية لكرة القدم الذي كان يعني نقطة واحدة في جدول الأعمال اللي هي تعيين محافظ الحسابات الفترة ما بين 2023 2024 و 2025 لثلاث سنوات. من السنوات يعني ولفنا يعني وضعنا هذه التقاليد لنكرموا الفرق الصاعدة سواء اتحاد السكر اللي صعد إلى رابطة ما بين الجهات للموسم القادم وكذلك على مستوى الجهوي الثاني كل من فريق مدرسة وفريق البنيان اللي يعني هما اللي كانوا فايزين هذه السنة بالبطولة وكذلك مكافأة مالية. تم تعييني كمحافظ حسابات على مستوى الرابطة الجهوية لولاية سعيدة لسنتي 2023 2024 2025 ونشكر الجمعية على الثقة التي أعطتها لي. نشكر الرابطة تاعنا على هذا التكريم وعلى رأسهم رئيس الرابطة الجهوية الدكتور ياسين بن حمزة ونشكروا كاع كل الرابطة المكتب المرافق لرئيس الرابطة ولا يفوتني بأن نشكروا كل رؤساء الفرق اللي كانت معنا في الجهوي الثاني على الروح الرياضية اللي كانت سيدة طيلة الموسم. نشكر رئيس الرابطة السيد الدكتور ياسين بن حمزة الذي يعني في كل مرة إلى وأنه يشجع التحكيم حتى يرقى إلى مستوى أعلى.